بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الصباح حينما يأتي مدخم بالخشوع وبتراتيل الذكر وتسابيح الطيور، يطرز فينا قصائد الأمل مع بدايات النور. أحبائي، ما أروع الصباح حينما يشرق مبتسما، وما أجمل تفاصيله عندما ترسم أملا، وقوده التفاؤل وسلاحه العمل ومصباحه الأمل. أصدقائي، ما أروع الابتسام، إن أهديتها لحبيب شعر بالفرح، وإن أهديتها لعدو شعر بالندم، وإن أهديتها لمن لا تعرف أصبحت صدقة، وإن أهديتها لنفسك ازددت قوة، لأنها الابتسامة. صباحكم ابتسامة وفرح، وأهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد من هذه الحلقة الجديدة التي تنقلنا معها وإياكم بين محطات وفقرات جميلة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج علم مرح، الذي دائما يحب أن يقدم لكم باقة متنوعة من الفقرات الجميلة. وأيضا هذه الباقة لا تحلو إلا برفقة أصدقاء برنامج علم مرح بكل هذه المواهب الجميلة. فنتمنى لكم أن تقضوا معنا وقت جميل ورائع وطيب، وأيضا مليء بالعلم والمرح في برنامج علم مرح. فأهلا وسهلا بالجميع. يا طيور الحمام غردي بانسجام، واطربي قمنا بين كل كرام، واذكري نورنا علي مسك الختام، سيد المصطفى بدرنا في الظلام. يا طيور الحمام غردي بانسجام، صاحب الرحمة سيد المكرمات، وإمام ثقات بين كل الأنام، جاء بالبينات دائما في ثبات، نوره قدمات كل شيء حرام. صاحب الرحمات سيد المكرمات، وإمام ثقات بين كل الأنام، جاء بالبينات دائما في ثبات، نوره قدمات كل شيء حرام. يا طيور الحمام غردي بانسجام، عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة نمت أراضينا ونور العيد ليالينا، عماننا بالورد والزينة كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. البحر والصحراء والجبل لبسوا ثياب العيد واحتفلوا، تلك الملايين له تشدو، الابن والوالد والجد لعناقه ملهوفة تعدو، تفديه بالنفوس. يا رجل السلام والهمة، يا قمة ما بعدها قمة، لك في بلاد الأرض شعبية، شرقية كانت وغربية، قابوس والحكمة عمانية، منهجكم دروس. عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس، احفظ لنا قابوس. Thank you.
يا أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام من جديد في برنامج علم ومرح. مثل ما قلنا لكم في بداية حلقتنا ودائما نحن نذكر في برنامج علم ومرح نحب نقدم لكم مجموعة من الفقرات المتنوعة، ومن أهم هذه الفقرات الفقرة اللي دائما فيها نستعرض مواهب أصدقائنا الأطفال المبدعين في مختلف المجالات، واللي هي فقرة المواهب. وأيضا معنا فقرة من خلالها نسمع أصواتكم الجميلة والرائعة ونختبركم شوية في اللغة العربية من خلال فقرة لغتي عنواني. في هالفقرة رح نعرض لكم جملة أو فقرة بسيطة باللغة العربية فيها خطأين إملائيين، كل اللي عليكم تركزوا فيها وتكتشفوا الأخطاء الإملائية، وكذا كل خطأ رح يكون بقيمة 25 ريال عماني، ورح يكون كامل المبلغ 50 ريال عماني، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى اللي رح تكون في انتظاركم في برنامج علم ومرح. فإيش رأيكم الحين نبدأ أولى فقراتنا واللي هي فقرة المواهب؟ وقبل لا نتعرف على مواهبنا خلونا نتعرف على أسماء الموهوبين الصغار اللي موجودين معنا اليوم. وعارفين على اسمك يا حلوة؟ أنا بنت عبد الله الهاشمي من مركز عباقرة المستقبل. أهلا وسهلا بشذا. شهد عبد الرحيم العبري مركز عباقرة المستقبل. أهلا وسهلا بشهد. مصطفى بن محمد سالم غداني مركز عباقرة المستقبل. حي الله مصطفى. أحمد عمار العجالي بن سالم محمد العجالي. أهلا وسهلا. عمر عبد الحكيم الحاصلي. أيوة. مركز عباقرة المستقبل. مرحبا بكم. بنت لالة العدوية. ايوه ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ياس. لحظة عطي ناقل الصوت، ايش اسمك؟ بنت لالة العدوية. ريتال؟ اهلا وسهلا بريتال. ياس خال. ايوه كمل اسمك. ياس خال سالم محمد رواح. اهلا وسهلا بالياس، واهلا وسهلا بكل من يتابع برنامج علم ومرح. مثل ما شفتوا اليوم اصدقائي الاطفال كلهم من سن صغير، لكن مواهبهم اكيد راح تبهركم وادائهم. ونحن دائما نقول حتى لو تكررت المواهب كل طفل يميز هذه الموهبه بطابعه الخاص وباسلوبه الجميل، فراح اكيد اليوم نعجب بالمواهب اللي موجوده معنا. فايش رايكم بما ان نحن قلنا راح تكون معنا مجموعه من المواهب الجميلة، خلونا نبدأ مع صديقنا الياس ونسأله ونشوف إيش محضر لنا اليوم من المواهب. يا صديقنا الياس، نشيد وبعد فن الرزحة. نسمع وش النشيد. العلم نور المجارس والمرقلة بالمجالس، زراوة تلقى الحصيل، زراوة تلقى الحصيل، خبر صغارك في حلالك، لازم تربي عيالك، الطيب ما له بديل، الطيب يا ابوي منكم، لا عجا ولا منكم، مثقر الجسيم، مثقر الجسيم، الدين عنا تدينا، لا تحسبنا نسينا، عن سجته ما نميل، عن سجته ما نميل، أنتم شراع السفينة، حنا اليدين الأمينة، جيل يجيب بعد جيل، جيل يجيب بعد جيل. ما شاء الله، تحية كبيرة للياس. يلا 1 2 3. شاطر صديق الياس. من حفظك النشيد؟ أبوك. قرب منك ناقل الصوت زين واشوف الزي العماني ايش رايك توقف عشان نراوي اصدقائنا. الله زيك جميل. انت بروحك قلت اليوم اريد البس الزي العماني، ولا بابا قال بلبسك الزي العماني؟ بابا وحدك. ما شاء الله كلكم اليوم كاشخين ولابسين الازياء العمانيه. طيب ايضا انت مجهز لنا فن عماني اللي هو فن الرزحه، صح؟ نشوف فن الرزحه بعدين. طيب زين ايش رايك الحين تقول لامسك، قول ايش رايك الحين ناخذ اول مكالمه، قول السلام عليكم لاول مكالمه. قول السلام عليكم بصوت عالي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. قولي لك كيف الحال يا سالم؟ بخير. كيف الحال يا سالم؟ هذا صديق الياس يسالك يقول لك كيف الحال؟ بخير.
اهلا وسهلا بك يا سالم. قولي من وين تكلمنا؟ من وين تكلمنا؟ من صور. قولي له حي الله هالي صور وشوف على الكاميرا وقول له حي الله هالي صور. طيب الحين يا سالم نحن نشكر صديق الياسر انه ساعدني في استقبال اول مكالمه معنا اليوم، ونحن نرحب بك ونرحب بكل من يتابعنا ويشاركنا في برنامج علم ومرح من مختلف ولايات ومحافظات السلطنه. بما انك كانت اليوم بدايه حلوه مع صديق الياس وانت كنت متحمس وصديق الياس كان بطل وشاطر ونشيط، اكيد انتم راح كلكم تعرف تجاوبوا في فقره لغتي عنواني. تعرف ايش هي المسابقه ولا اشرح لك اياها مره ثانيه؟ ايوه تعرفها؟ ايوه. يلا نروح نشوف الفقره. نعم يلا نروح نشوف الفقره، وهذه هي الفقره ظاهره معنا على الشاشه، راح اقرا لك اياها. كل اللي عليك تركز وتكتشف الاخطاء الاملائيه وايضا تصححها. تتنوع المتاحف في عمان مما يعكس عراقة التاريخ العماني وثراء بيئته وحرص الحكومة الرشيدة على الحفاظ على الآثار. يلا يا بطل. يلا يا سالم. عراقة. أيوة عراقة. إيش فيها عراقة؟ عراقة. أيوة إيش فيها؟ هي مكتوبة بالتاء المربوطة، نحن لازم نكتبها بإيش؟ تاء مربوطة. هي مكتوبة بالتاء المفتوحة وتنكتبها بالتاء المربوطة، وكذا حصلت على 25 ريال عماني وجابتك صحيحة. يلا اكتشف الخطأ الثاني عشان تحصل على 50 ريال عماني. يلا أنا بقرأ لك الفقرة عدل وبركز على كلمة، هالكلمة اللي بركز عليها هي فيها خطأ. مما يعكس عراقة التاريخ العماني وثراء بيئته. بيئته. بيئتها. بيئته ايش فيها؟ نحن محطين حرف، المفروض نغير هالحرف ونحط بدله حرف اخر. ركز على اخر حرف في كلمة بيئته. مبدأ. ايوه مو بحرف التاء المربوطة، ايش نحط بدلها؟ حرف الهاء. حرف الهاء. شو نحط بدلها؟ يلا يلا يلا. بيئة. بدل حرف التاء المربوطة شو نحط؟ لا الهاء. وكذا نشوف التصحيح ظاهر معنا على الشاشة وإجابتك صحيحة. عراقة بالتاء المربوطة بدل التاء المفتوحة، وبيئته بحرف الهاء بدل حرف التاء المربوطة. ما شاء الله عليك كنت نشيط وشاطر. سالم بسألك سؤال، إيش هي مواهبك؟ شكرا. عفوا بس أبغاك تقول إيش هي مواهبك يا سالم؟ كرة القدم. تحب تلعب كرة قدم وايد؟ ايوه. انزين بما انك انت شاطر واكيد انت تراجع دروسك اول باول، انت لما تلعب كرة القدم متى تلعب؟ وقت الدراسة والاختبارات ولا وقت الفراغ؟ وقت الإجازة. وقت الإجازة، حلو. وبما انك تحب كرة القدم تعرف التعليق الرياضي؟ ولا ما تعرف تعلق؟ بعدك ما تعرف، بس انت تخصصك لعب كرة القدم صح؟ ايوه. زين تحافظ أنشودة، حافظ قصيدة، حافظ فن من الفنون العمانية مثل فن الميدان، ولا عندك قصة؟ ما محضر شيء أبدا؟ هاي يا سالم اتذكر، إذا عندك شيء نحن راح ناخذه، وإذا ما عندك شيء نحن نستضيفك معنا في البرنامج. لا لا ما عندك شيء، يلا ما مشكلة، إن شاء الله تجي معنا في البرنامج تعرض لنا هواياتك ومواهبك. وشكرا لك يا صديقنا سالم على هذا الاتصال، ومبروك عليك 50 ريال عماني. نسمع تحية كبيرة لسالم. ونحن نتمنى كل أصدقائنا اللي يتابعونا ويتصلوا معنا في فقرة لغتي عنوان يكونوا شاطرين نفس سالم. شفتوا سالم كان قاصر على صوت التلفاز وكان يسمعني من الهاتف وكان مركز معاي وما احتاج مساعدة أحد أبدا، فكل أصدقائنا إن شاء الله يكونوا نفس صديقنا سالم. والحين راح نشوف المواهب مرة أخرى، وإيش رأيك الياس تعطي ناقل الصوت لريتال؟ يلا يا ريتال خذي ناقل الصوت، امسكي ناقل الصوت. ايوه كيف الحال يا ريتال؟ بخير الحمد لله. من وين انت يا ريتال؟ من دار المستقبل. اي من مدرسه دار المستقبل، مركز دار المستقبل. هناك الدار معاكم حلو، يعلموكم وايد اشياء. ايش يعلموك هناك؟ الف بالفتحه.
اها وبعد علموك الحروف وبعد علموك الارقام. شاطره في الارقام. زين اذا انا اعطيتك الحين سويت لك ارقام بتعرف تحسبيهم. هذا الرقم كم؟ 1. زين وهذا كم؟ 10. هذا 10. يلا نعد مع بعض، لا تسوي كذي بناقل صوت، مسكي عدل كذي مسكي. ايوه بنحسبهم مع بعض. يلا احنا قلنا هذا كم؟ 1. انزين بعدين 2. اها 3. بعدين 4. اها 5. ايوه 6. يعني كم؟ 6. ما شاء الله، تحيه كبيره لريتال. خلاص يا ريتال انا بجي معاك المدرسه عشان يعلموني واصير شاطره نفسك. عادي اروح المدرسه ولا بيطلعوني عشان انا كبيره؟ كبيره. بيطلعوني يعني؟ ما يصير اكون معاكم استاذه؟ ها؟ يصير. يصير حلو. زين يا ريتال، ريتال انت حافظه انشوده؟ لا تسوي كذي بالمايك عشان بعدين ما بيطلع صوتك. انشودتك بتغنيها بصوت عالي؟ يلا ايش رايك تشوفي على الكاميرا وتسمع الانشوده؟ احلى احلامنا تكبر بنا هنا، تسري في دمنا شموس عمرنا تكبر بنا. أحلامنا نكتب الحكاية نمنح العطايا بعهدنا في وعدنا نبني عمان. الله، تحية كبيرة لريتال. Okay.
الله حلو الواحد إنه يكون معاه حلم ويخلي هالحلم عشان يبني وطنه بأحلامه كلها. وأكيد نحن كل طفل يشارك معنا في البرنامج يكون عنده حلم معين. وبما أن ريتال أنشدت لنا هالأنشودة الجميلة، خلوني نسأل ريتال، ريتال لما تكبر إن شاء الله في المستقبل إيش راح تكوني؟ مهندسة البترول. علي صوتك، امسكي كذا ناقل الصوت. ايش بتكوني؟ مهندسة البترول. الله حلو حلو، وظيفة حلوة. من قال لك تكوني مهندسة بترول؟ وحدي. وحدك فكرتي؟ يعني ماما والبابا ما يشتغلوا في هندسة بترول؟ بروحك؟ زين من وين جبتي هالحلم؟ وحدي تذكرته. زين فكرتي كذا، زين بما انك تبي تكوني مهندسة بترول، من وين نحن نجيب البترول؟ من وين يطلعوه؟ من تحت الأرض صح؟ يطلعوه بأجهزة صح يستخرجوه. وإن شاء الله أنت بما أنك راح تكوني مهندسة بترول راح تعلميني، وبنستخرج النفط أنا وياك مع بعض والبترول وبنصدره إلى بلدان العالم صح؟ حلو، شكرا لك يا ريتال، تحية كبيرة مرة ثانية ريتال. زين يا ريتال، إحنا إيش رأيك تعطي ناقل الصوت إلى عامر؟ يلا يا عامر خذ ناقل الصوت. كيف الحال يا عامر؟ بخير. من وين أنت يا عامر؟ من خابورة. أهلا وسهلا فيك يا عامر. عامر إيش رأيك توقف بعد عشان نشوف لبسك الجميل؟ عادي؟ أيوة. بعد إيش رأي أحمد يوقف؟ يلا يا أحمد إيش رأيك توقف؟ أمسك بعد تناقل الصوت. عامر بسألك سؤال، سمعتي إيش تريد تكون ريتال؟ عرفت إيش بتكون؟ ريتال سمعت إيش تريد تكون؟ قالت تبى تكون مهندسة بترول، أنت إيش تريد تكون؟ لما تكبر تصير مثل بابا، تريد تكون طبيب؟ تريد تكون شرطي، مدرس، تريد تكون مهندس، طيار؟ شرطي. شرطي، الله حلو. ليش بتكون شرطي؟ ها؟ بتمسك المجرمين؟ ها يا عامر؟ طيب يا أحمد، عامر قال بيكون شرطي، وانت ايش راح تكون ان شاء الله لما تكبر؟ اطفائي. اطفائي، الله حلو حلو. مرة ثانية تحية كبيرة عشانهم. حلو أحمد، ليش تريد تكون أطفائي؟ إيش يسوي الأطفائي؟ يطفي الحرائق. يطفي الحرائق ويساعد الناس صح؟ وممكن بعد الأطفائي ينقذ أرواح الناس صح؟ حلو. من وين جبت هالمهنة؟ سمعت بابا يقول لك إيش رأيك أحمد لما تكبر تصير أطفائي، ولا أنت بروحك بغيت تصير أطفائي؟ بروحي. بروحك؟ زين وين تعرفت على هالمهنة؟ من وين؟ يعني شفتها في التلفزيون، في الكتاب، في المدرسة، ولا زرت مكان الإطفائيين، أو وين كيف تعرفت على هالمهنة؟ شفت في التلفزيون. الله حلو، حبيت هالمهنة؟ إن شاء الله الله يحقق لك كل أحلامك. طيب يا عامر وطيب يا أحمد، أنتم جاهزين حاجة حلوة راح تقدموا لنا إياها صح؟ هو فن الميدان صح؟ راح نبدأ مع عامر؟ يلا عامر بصوت عالي وأنت تشوف على الكاميرا. لا تشترم بيت وفد نزار. لا ما يصير، لازم صوت عالي. الولاية مرحبا به، الطير الذي طار فرحوا به، واللي يواصل الدار فرحوا به. يا مرحبا بشوف وفد نزار، هيا سهلا مرحبا به. أيوة. صيت البدو فلان اللي سمعناه، كلنا بنشري لو صافي، من مالكم تين وعنابي، وني حثني شوق وعنابي. وايد من أعمال اللي سمعناه، لكن تشوفها فاقل وصافي. تمشي براحة عزيز عمان، تمشي براحة عزيز عمان، بيت بنا بالكراماتي، مكة ويشوف وأشوف بها، هي عيوني وشوف بها، عشتي بلاد عزيز أمان، دار الوفاء والكرامات. من شبة النار كرياسين، بنيت اليدر والحضارية، ولاقط الزار نجاري، وشهد لها طيب نجاري، وشهد لها قوم كرياسين، دار العلم والحضارية. الله الله، تحية كبيرة لعامر وأحمد، ما شاء الله عليكم. عامر من حفظك هذه الأبيات اللي خاصة بفن الميدان؟ أبوي. بابا وأنت يا أحمد؟ أمي. ما شاء الله، أنتوا دائما تحبوا تحفظوا هالأبيات؟ نعم. إنزين بسألك يا عامر، أنت صف كم؟
التمهيدي. صف التمهيدي. وانت يا احمد؟ نفس الشيء. انتوا اصدقاء في المدرسه؟ بتعلموا اصدقائكم اللي في المدرسه فن الميدان؟ نعم. شاطرين، شكرا لكم يا عامر واحمد، تفضلوا جلسوا معانا. واحلى شيء ان نحن نتعلم الفنون العمانيه لانها فنون جميله، وهي يعني تحكي واقع السلطنه اللي نعيشها من تراث وحضاره وكل ما هو جميل معنا في السلطنه. اما الحين متابعينا نرجع نسمع اصواتكم الجميله في فقره لغتي عنواني، وناخذ ثاني مكالمه. وقبل لا ناخذ ثاني مكالمة خلوني أشوف أحمد. أحمد تبغى تستقبل اتصال نفس اللي سواه إلياس؟ تاخذ معاي الاتصال ولا ما تريد؟ تبى؟ قول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قول كيف الحال يا يعقوب؟ كيف الحال؟ لا الصوت عالي، بصوت عالي يا أحمد. كيف الحال؟ خير الحمد لله. يلا يا يعقوب قول حق محمد، وانت كيف حالك؟ اخبار محمد؟ خير. انزين يا احمد قول لي، جاهز تشوف الفقره؟ جاهز تشوف الفقره؟ يلا يا يعقوب نشوف الفقره انا وياك. وشكرا لك يا احمد على هذه الافتتاحيه الجميله لهذا الاتصال، والحين نشوف الفقره انا ويعقوب مع بعض. ونقرأ الفقرة. الممرضة بثوبها الأبيض كأنها الملاك، تساعد الآخرين وتطبب المرضى وتعالجهم وتسهر على راحتهم، والابتسامة تعلو وجهها. إيش الأخطاء الإملائية اللي موجودة معنا في هالفقرة؟ تطبب صح. يلا ركز ركز. ايش اللي بعد تطبب؟ بعد تطبب كلمة المرضى. ايوه ايش فيها المرضى؟ الياء مقصورة. ايوه الف مقصورة بدل الياء، كذا حصلت على 25 ريال عماني. الحين يلا اكتشف الخط الثاني عشان تحصل على 50 ريال عماني. يلا يا يعقوب، يلا يا شاطر، يلا يلا يلا. والابتسامة تعلو وجهها، والابتسامة تعلو وجهها، والابتسامة. أيوة إيش فيها الابتسامة؟ الابتسامة إيش فيها؟ ولا همزة تحت؟ لا بدون همزة، قول بدون همزة. بدون همزة. وبدون الهمزة ونشوف التصحيح، والحين راح يظهر معنا على الشاشة. وإجابتك صحيحة، المرضى بألف مقصورة والابتسامة بدون همزة، وكذا حصلت معنا على 25 ريال عماني. نسمع له تحية كبيرة. يلا واحد اثنين ثلاثة. طيب يا يعقوب بسألك سؤال، عندك مواهب؟ نعم. إيش هي مواهبك؟ مواهبي تحب تلعب كرة قدم؟ قدم. تحب تلعب كرة قدم؟ ايه. وايد تحب تلعب كرة قدم؟ ايه. كيف تتدرب عشان تصير شاطر؟ ايش تسوي؟ عشان انا ما اعرف العب كرة قدم، علمني ايش لازم اسوي عشان اعرف؟ اول شيء في البداية اروح الملعب. ايوه نروح الملعب. اكون حاجتهم لما يلعبوا والكرة. وبعدين ونفك ما فعلوا. ايوه بعد شوية عنك سماعة الهاتف. ايوه يا يعقوب. واجلس هالعب واجد واتدرب. يعني هي دائما نحن نشوف ان الالعاب الخاصة فيها بالكورة والالعاب الرياضية دائما تعطينا صحة وصح وقوة، صح؟ نعم. يعني الحين انت قوي؟ انت قوي يعني الحين؟ هي نعم. انزين عندك مواهب ثانية؟ مثلا تحفظ قصائد او تحفظ اناشيد؟ هيك بقول قصيدة. يلا نسمع القصيدة. رأيت يوما طائرا يطير الفضاء، وكل شيء حوله في غاية الصفاء، يطير بسعادة يعانق السماء، حياته سعيدة يحيا كما يشاء، صداقة عميقة لا تعرف رياء، تعرضه
دعوته لقفص ملون مضاء يأتي إليه يزقه من غير ما غنى. فقال لي سعادتي ليس لها انتهاء، بغابة جميلة أحيا كما يشاء. الله الله، تحية كبيرة ليعقوب، شاطر صديقنا يعقوب، ونتمنى تجمع عنا البرنامج وأيضا تلقينا هالقصيدة الجميلة وتحفظ قصائد ثانية وتعلمنا كيف نلعب كرة قدم ونحول اليوم الاستوديو إلى ملعب. اتفقنا؟ اتفقنا. شكرا لك يا يعقوب، وإن شاء الله تجي معنا في البرنامج. عفوا. أما الحين متابعينا الكرام، من بعد ما خذينا فقرة المكالمات ومن بعد ما تعرفنا على بعض المواهب الجميلة، نحن قلنا لكم برنامجنا أيضا يدعو إلى تعليمكم بعض الأشياء الجميلة من خلال الزيارات اللي نقوم بها في فقرة زيارة ومعلومة. في اليوم يا ترى صديقتنا شهلاء البلوشية وين راح تاخذنا في فقرة زيارة ومعلومة؟ اللي حاب يعرف وين اليوم راح تكون زيارتنا، كل اللي عليه يتابع هالفقرة مع صديقتنا شهلاء البلوشية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأطفال، نحييكم ونرحب بكم في فقرة زيارة ومعلومة. راح نتعرف من خلالها هذا اليوم عن أهمية الفطر وأنواعه وقيمته الغذائية، فتابعونا. يعتبر الفطر من أنواع الخضار التي تضاف إلى الكثير من الوصفات والمأكولات، ويسمى كذلك بالمشروم، ويصنف ضمن أنواع الفطريات، وله فوائد صحية كثيرة نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات. أصدقائي الأطفال، إن التنوع في عناصرنا الغذائية له فوائد عديدة وتقينا العديد من الأمراض. زيارتنا اليوم إلى مكان به أحد عناصرنا الغذائية وهو الفطر. يا ترى ما هو الفطر؟ وكيف يزرع؟ وما هي فوائده؟ الآن الأستاذة بدرية الفليتية من قسم التسويق في الشركة الخليجية لإنتاج الفطر. بالبداية أهلا بك، لو تعرفينا عن أهمية أو أهم فوائد الفطر. طبعا الفطر يحتوي على كثير من الفوائد الغذائية والصحية، إنه لا يحتوي على كوليسترول، قليل السعرات الحرارية، قليل الصوديوم، يحتوي على بروتين نباتي، كذلك يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات، من أهمها فيتامين باء وخصوصاً الرايبوفلافين والنياسين والبانتوثينيك أسيد، حيث تعمل هذه الفيتامينات على توفير الطاقة للجسم وتكسير الدهون والنشويات. كذلك يقوم الرايبوفلافين في علاج فقر الدم الأنيميا وسلامة كريات الدم الحمراء، وأيضاً يعمل حمض البانتوثينيك أسيد على توفير الهرمونات، ويعمل عنصر النياسين على سلامة الجسم وحماية الجهاز العصبي والهضمي للإنسان. كذلك يحتوي الفطر على عنصر السيلينيوم، والسيلينيوم هو مادة مضادة للأكسدة، تقي الجسم من أمراض خطيرة كالسرطان. كذلك يعمل الفطر على التحكم على مستوى الاستروجين، هرمون الاستروجين لدى المرأة، وهذا التحكم يعمل على حماية المرأة من الإصابة بسرطان الثدي. كذلك يحتوي الفطر على عنصر البوتاسيوم، وعنصر البوتاسيوم عنصر مهم جدا للإنسان، وكثير من الناس يفتقدون لها العنصر، حيث يعمل عنصر البوتاسيوم على الموازنة بين الأملاح والمياه في الجسم، وهذه الموازنة تعمل على ضبط ضغط الدم. كذلك يحتوي
الفطر على مادة النحاس، عنصر النحاس. عنصر النحاس يقوم بتكوين كرات الدم الحمراء ونقل الأكسجين للدم، كذلك يحتوي أيضا على مادة الأرجوثيونين، وهي أيضا مادة مؤكسدة تعمل على تخلص الجسم من المواد المؤكسدة. كذلك يحتوي على عنصر الفولات، وعنصر الفولات عنصر مهم جدا للنساء خاصة الحوامل، حيث يقوم هذا العنصر بحماية الجنين من التشوهات الجنينية خاصة في الثلاث شهور الأولى. إن تناول الفطر الطازج بجانب أي نظام غذائي بأي كمية يعمل على تخفيض الدهون وتقليل نسبة الكوليسترول في الوجبة بصورة عامة، لأن الفطر يتميز بانخفاض الدهون والسعرات الحرارية، ويساعد على نجاح أي نظام غذائي كونه بروتين نباتي، فإذا اجتمع مع اللحم أو الدجاج فإنه يقلل نسبة الدهون في البروتينات الحيوانية بصفة عامة. ومعنا أيضا الأستاذة عائشة الفاخرية، مديرة الإنتاج في الشركة الخليجية لإنتاج الفطر. أستاذة عائشة، لو تخبرينا كيف تتم عملية إنتاج الفطر؟ تبدأ المرحلة الأولى من الزراعة، وحدة التخمير، وبعدها نقلها إلى غرفة الزراعة لمدة 15 يوم من تخمير الغرفة، وبعدها تبدأ عملية القطف لعدة مراحل. تستمر الغرفة لمدة شهر في عملية القطف وعلى عدة مراحل، والمرحلة الأولى تكون لمدة 5 أيام. بعد 5 أيام يبدأ عملية البيتي كلينينج، وبعدها يظهر المشروم مع اتباع الإجراءات الصحية للعاملين في طريقة قطفهم للفطر، وذلك يتم مراعاة الشروط الصحية للفطر وللعاملين، ومن ثم يتم نقل المشروم إلى قسم التغليف مباشرة، ومن ثم إلى الأسواق. أحبائي الأطفال، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة زيارة ومعلومة لهذا اليوم، والتي من خلالها تعرفنا على الفطر، ونلقاكم في زيارات أخرى إن شاء الله، ومع السلامة. أهلاً وسهلاً بكم متابعينا الكرام الجديد، ونشكر زميلتنا شهلاء البلوشية على هذه الزيارة الجميلة اللي كانت في الشركة الخليجية لإنتاج الفطر في ولاية بركة. وصراحة الفطر نبات جداً مفيد، وأيضاً يخفض نسبة الكوليسترول، فحلو أن نحن نحطه في وجباتنا اليومية ونتناوله بشكل يومي، لأنه راح يقينا من العديد من الأمراض. أما الحين متابعينا الكرام، نستكمل سماع أصواتكم الجميلة والرائعة في فقرة لغتي عنواني، وناخذ ثالث مكالمة ونقول يا صباح الخير لثالث متصل. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا ملاك؟ بخير الحمد لله. من وين تكلمين يا ملاك؟ من سيك. أهلا وسهلا فيك، تابعت الفقرة اللي كانت قبل شوي؟ لا. إيش كان اسمها؟ فقرة يا أخطاء. لا، فقرة زيارة ومعلومة. يلا أنا ما ساعدتك، شو اسمها؟ فقرة زيارة ومعلومة. هالفقرة أخذتنا اليوم صديقتنا شهلاء إلى الشركة الخليجية لإنتاج الفطر، وأيضا عرفنا كيف يزرع وكيف يقطف الفطر. أنت تتناولي الفطر؟ لا أبدا. زين، ايش رايك اليوم انت وماما وبابا تروح السوق وتاخذي لك فطر وتجربي، تحطيه في السلطه، تحطيه عند الدجاج او عند اللحم، يعني تحطيه في الفرن، وخاصه يعني المنتج العماني نحن لازم ان نقوم بتناوله بشكل مستمر، لان نحن نعرف كيف مزروع وفق معايير محدده وصحيه، واكيد راح تفيدنا، صحيح؟
صح. إذا شايك الحين نشوف الفقرة، نروح نشوف الفقرة؟ أيوة. هذه الفقرة راح تظهر معنا على الشاشة بعد شوي، وهذه ظهرت معنا الفقرة. ركزي اكتشف الأخطاء وأنا راح أقرأ لك إياها. قرأت بثينة معلومة جميلة في الإذاعة المدرسية عن العسل. العسل مصدر قوي للطاقة والنشاط، فهو يعمل على زيادة حيوية الجسم وتنشيط الذاكرة. يلا يا شاطرة. يعمل فيها غلط. وش الغلط؟ الواو. الواو بدل واو إيش نحط؟ تمام. الضمة. وكذا حصلتي 25 ريال عماني. يلا اكتشف الخطأ الثاني عشان تحصلي على 50 ريال عماني. زيادة. ايش الخطأ اللي موجود فيها؟ تاء مربوطة. لا، هو ما موجود التاء المربوطة، نحن لازم نضيف التاء المربوطة، صح؟ ايوه. يعني بدل الها نحذف الها ونحط بدلها تاء مربوطة، وكذا اجابتك صحيحة. ويلا نشوف التصحيح عشان نتأكد من اجابتك. وهذا هو التصحيح، ظهر معانا على الشاشة إجابتك صحيحة. يعملوا بالضمة وليس بالواو، وزيادة بالتاء المربوطة وليست بالها. شكرا على هذا الاتصال جميل، وكذا ربحتي معانا 50 ريال عماني. مبروك عليك يا صديقتنا ملاك، ونتمنى أيضا تجي معانا البرنامج تشاركينا مواهبك وهواياتك، وكذا تحضرينا معلومات جميلة عن الحاجة اللي تحبيها وتشاركينا إياها في البرنامج. أما الحين متابعينا الكرام نستكمل مواهبنا الجميلة رائعة مع صديقتنا شذا. كيف الحال يا شذا؟ خير. من وين انت يا شذا؟ ايوه يشتغل ناقل الصوت، لا تحاتي. انت من وين؟ يشتغل المايك، لا تحاتي. بس تقولي انت من وين؟ ما تعرفين؟ زين ايش اسمك؟ شذا بنت عبد الله الهاشمي من مركز عباقرة المستقبل. اهلا وسهلا فيك. شذا كم عمرك؟ خمس سنوات. العمر كله يا صديقتي الحلوة شذا. شذا أنا عرفت أنك اليوم حضرت لنا شيء وايد حلو، صح؟ إيش محضرة؟ قصة. قصة جميلة نفسك؟ القصة نعم. إيش عنوانها؟ المعلم والتلاميذ. إنزين، يعني أنت راح تكون المعلم ونحن راح نكون التلاميذ؟ حلو؟ إيش رأيك؟ حلو؟ هاي يا شذا، زين ايش رايك الحين توقفي؟ وقفي، ايوه. يلا استاذة شذا تعالي وقولي لنا القصة، ونحن راح نستمع للقصة وشوف على هذيك الكاميرا، وبعدين انا بسألكم ايش استفدتوا من قصة شذا. يلا يا شذا. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك معلم وثلاثة تلاميذ. قال المعلم سأعطيكم ثلاثة عصافير. عطانا ثلاث عصافير، بعدين قال من سيذبحها في مكان لا يراه أحد وله جائزة. أيوة، بعدين من وضعها في المكان اللي لا يعرفه أحد؟ ذهب الأول خلف الجبل وذبح العصفور وقال لم يراني أحد. ذهب الثاني في غرفة النوم وأغلق الباب وجلس تحت السرير وذبح العصفور. ساكين. والثالث لم يذبح العصفور. قال المعلم من ذبح العصفور؟ قال الأول خلف الجبل ولم يراني أحد. قال الثاني أيوة أنا تحت السرير ولم يراني أحد. أيوة، بعدين قال الثالث. قال الثالث لم أستطع ذبح العصفور يا معلمي. في أي مكان؟ لأن الله يراني في كل مكان. قال المعلم أحسنت. أنت الفائز ولك الجائزة. الله الله، تحية كبيرة للأستاذة شذا.
الله شذا قصتك حلوة. زين بقول لك شيء الحين، ايش تستفيدي انت من هذه القصة؟ ايش نتعلم منها؟ حطي كذي ناقل الصوت. ايش نتعلم منها؟ شوفي هناك. ايوه، ايش استفيد منها؟ ان الله يراقبني في كل مكان. نعم. انزين يعني نحن اذا قمنا باي شيء الله يراقبنا. ايوه. انزين الحين انا لو قلت انا بروح المدرسه وباخذ اكل صديقتي، ما حد بيشوفني اللي سويته صح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ لان الله بيشوفك. ايوه، بعدين ما اكون شاطره وما بدخل الجنه، صح؟ صح. بعدين نحن عشان ان الله يراقبنا لازم نصلي بدون عن حد يقول لنا يلا روحوا صلوا، لان الله يشوفنا، صح؟ وبعد نقرا قران بدون عن حد يقول لنا روحي قرئي قران يا شذا، لان الله يشوفنا، صح؟ صح. يعني لازم كل شيء نسويه ونحن نعرف ان الله يراقبنا، صح؟ صح. زين اسالي الحين، اسالي شهد، قولي يا شهد وش تعلمتي من القصه؟ وش تعلمتي من القصه؟ يلا يا شهد قولي حق استاذه شهد، ايش تعلمتي؟ الله يرانا في كل مكان. الله يرانا في كل مكان، جميل. إذا سألي مصطفى إيش تعلم من القصة؟ بس أعطيهم ناقل الصوت. أيوة، يلا سألي يا أستاذة شذا. وش تستفيد من القصة؟ لأن أيوة لا نقتل الحيوانات. ايوه لا يقتل الحيوانات. الله الله، تحيه كبيره لمصطفى، اكتشف فائده جديده، صح كلامه بحد مصطفى. شكرا لك يا استاذه شذا وشكرا لك يا مصطفى. اها استاذه شذا ناويه تكمل، يلا كملي اسالي يا استاذه شذا. وش تستفيد من القصه؟ هاي يا احمد. اني اكل الحيوانات. هاي اكل الحيوانات، حلو، فائده حلوه. طيب يلا اسألي اللي بعد. ايش تستفيد من القصة؟ لأن الله يشوفنا في كل مكان. شاطر، يلا الحين للريتال. ايش تستفيدي من القصة؟ نعطي الحيوانات أكل. أيوه نعطيهم أكل، صح لما كانت موجودة بس هي بشكل خفي موجودة في القصة. ايش تستفيد من القصة؟ أساعده؟ عادي أساعده أستاذة شذا؟ عادي أساعده؟ أن دائما نعمل الخير، قول كذي. أن دائما نعمل الخير. قولهم يلا حيوا نفسكم. شكرا لكم، والحين تحية أكبر لأستاذة شذا، يلا. وكذا الأستاذة شذا قصت علينا قصة جميلة جدا اللي هي أن الله يراقبنا في كل مكان، فنحن لازم ما نفكر أن نسوي أي شيء خطأ ونقول ماما ما راح تشوفني، بابا ما راح يشوفني، لأن لازم نعرف أن الله يراقبنا في كل مكان، فمهما نحن تخبينا من الناس ما نقدر نتخبى من ربنا، ربنا محيط بنا في كل الاتجاهات وممكن أن يشوفنا. أيضا لما نحن نسوي أجر أو نحن نتصدق ما لازم نخبر كل الناس، يكفي ان الله يشوفنا، وان لما الله يشوفنا ونحن نتصدق وبدون عن نخبر احد اكيد الله راح يعطينا اجر وراح يرزقنا الجنه. فنستفيد من هذه القصص وايد حكم، حتى لو ما كانت الحكمه مباشره نحن ممكن نستفيد منها، مثل ما قالوا اصدقاء الاطفال ان ما ناذي الحيوانات وان نساعدهم ونعمل الخير ودائما نعرف ان الله يراقبنا في كل مكان. شكرا لك يا استاذه شذا، وأكيد نحن معانا مواهب ثانية، راح الحين نروح نشوف المواهب الثانية مع صديقتنا شهد ومع صديقنا مصطفى. أول شيء نعطي ناقل الصوت شهد، بنسولف مع شهد، ومن بعد ما نخلص نسولف مع شهد بنسولف مع مصطفى. كيف الحال يا شهد؟ كيف الحال يا شهد؟ خير. من وين جايتنا يا شهد؟ إيش اسمها مدرستكم؟ أواخر المستقبل. أهلا وسهلا فيك يا شهد. شهد أنت تحبي تقري القصص مثل شذا؟ نعم. وبعد إيش تحبي تسوي؟ تحبي تنشدي، تحبي تلعبي بالدمى مثلا والعرائس وتمثلي، تحبي تلوني، تحبي ترسمي، إيش تسوي يوم تكوني فاضية؟ ألون. تلوني؟ إيش تلوني؟ بيوت، الأشجار، البنات، ايش تلوني؟ رسوم. الرسومات، رسومات الكرتونية، حلو. انزين وانت يا مصطفى ايش تسوي لما تكون فاضي؟ تلعب ولا تلعب؟ اختار. انا متأكدة انك بس تلعب، صح؟
ذاكر؟ أيوة. إيش تذاكر؟ قولي لي عشان أكون شاطرة. نفسك نفس ريتال، ريتال علمتني أحسب. أنت إيش تذاكر؟ الرياضيات. الرياضيات. إنزين أنا بسوي لك اختبار وأشوف إذا عرفت تحل الاختبار. معانا هنا برتقالتان وهنا معانا برتقالة، كم صار معك برتقالة؟ ثلاثة. شاطر. زين هنا معاي صفر تفاحة وهني معاي تفاحة واحدة، كم صار عدد التفاحات؟ واحد. شاطر، تحية كبيرة لمصطفى. ها يعني أنت لما تكون فاضي تذاكر، لأن ما شاء الله كنت شاطر معاي صح؟ بتعلمني بعد الحساب؟ أيوة. وبعد إيش يعلموكم في المدرسة غير؟ عربي. اللغة العربية. تعرف تقرأ وتكتب اسمك؟ بتعلمني بعدين كيف يكتبوا أصايل؟ أنا ما أعرف كيف أكتب اسمي، أنا ما شاطر، ما دخلوني المدرسة. بتعلمني؟ أيوة. عاد ريتال تضحك علي، عشان ما تضحك علي ريتال علمني بعدين. طيب إنزين الحين أنتوا يا صديقتي شهد راح تلقون لنا قصيدة صح؟ صح؟ إيش اسمها قصيدتك؟ إيش اسمها القصيدة؟ عن عمان؟ عن بابا قابوس؟ عن ماما؟ عن المدرسة؟ عن من؟ ها؟ عن إيش؟ هاي مصطفى عن إيش؟ عمان. يلا نسمع القصيدة. قلدوا عقد الغواني بعض شعري في عماني، فهي من أغلى الجمان صاغها فخر الجنان. يا بلادي يا مرادي أنت نبض لفادي، لك عمري وودادي يا حروف للساني. قبلة الحب قديما أصلها كان كريما، نافست حورا وضريبا وغنت تاج الحسان. افتحوا كل كتاب فيه ذكر للصواب، قد هزمنا المتغابي من نوى غزمي وجاني. وسلوا سود الليالي ثم مرجا كالجبال، عنهما من لا يبالي أصله كان عماني. فلك المجد التليد ولك الفخر المجيد، ولنا الفجر السعيد شع في كل مكان. يا إلهي ورجائي استجب مني دعاء، كل من أهدي ولائي حافظا طول الزمان، حافظا طول الزمان، حافظا طول الزمان. الله الله، تحية كبيرة لهم. عجبتكم التحية ولا نعطيكم تحية أكبر؟ عجبتكم ولا أكبر؟ أكبر ولا عجبتكم؟ يلا فكروا بسرعة. ها ها شهد أكبر. يلا واحد اثنين ثلاثة. شهد بسألك، يوم بتكبري وتصيري كبر ماما إيش بتشتغلي؟ معلمة. معلمة حلو، تتحبي التعليم؟ أي معلمة أي مادة؟ رياضيات، إسلامية، عربي، علوم، جغرافيا، تاريخ، إيش راح تكوني؟ إنجليزي. لغة إنجليزية حلو، بتكوني شاطرة؟ بتعلميني؟ زين أنت تعرفي تحسبي بالإنجليزي؟ زين أريدك تحسبي لي لين الخمسة. 1 2 3 4 5. تحية كبيرة مرة ثانية لشهد. وانت يا مصطفى لما تكبر وتصير كبر بابا ايش بتشتغل؟ حد قال راح يكون شرطي، حد قال راح يكون اطفائي، حد مهندسة بترول، حد معلمة، انت ايش راح تكون؟ ما حط في بالك شيء. مهندس. مهندس بعد؟ راح تكون مهندس معماري بتبني لهم بيوت، ولا مهندس بترول نفس صديقتنا ريتال، ولا ايش؟ مهندس معماري تبني لنا بيوت؟ حلو جميل، شكرا لكم يا أصدقاء الصغار. والحين إيش رأيك تشوف على الكاميرا تقول فاصل ونواصل؟ قول فاصل. فاصل. بعدين ونواصل. ونواصل. فاصل ونواصل. متابعينا الكرام كونوا معنا في برنامج علم ومرح. صراعا صراعا إلى الموعد، إلى المجد والعز والسؤدد، إلى عالم مشرق أرغد. سنمضي نمد الخطى يا عمان، صراعا صراعا إلى الموعد، إلى المجد والعز والسؤدد.
سؤددي إلى عالم مشرق أرغدي، سنمضي نمد الخطايا عمان، سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد، سنمضي بعزم الرجال الشداد على نهج قابوس نور الرشاد، وبالروح والنفس نحمي البلاد لتبقى عمان حمال الأمان. سأكتب حتى يجف القلم نشيد بلادي بأحلى الكلم. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام من جديد في برنامج علم مرح، ونحن دائما نشكر الأصدقاء المبدعين اللي يقدمون لنا قصائد وأناشيد في برنامج علم مرح، وناخذها عشان نسمع كلمات جميلة وأصوات رائعة في برنامج علم مرح. ومثل ما سمعنا القصة الجميلة اللي قالت لنا يا صديقتنا شذا، الحين صار الوقت أن نسمع أصواتكم الجميلة والرائعة، ونرجع مرة ثانية ناخذ مكالمات ونسمع أصواتكم الحلوة أين ما كنتوا تتابعونا في برنامج علم مرح، فناخذ اتصال ثاني مع هالربشة الجميلة ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا عمران، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. من وين تكلمنا يا عمران؟ من ولاية كمايل. حياك الله يا صديقي عمران، أنا أشوفك من نشيط ما شاء الله، أكيد فاطر صح؟ أكيد تناولت وجبة الإفطار صح؟ أيوة. إيش كان وجبة الإفطار؟ خبز ولا حليب ولا شاي ولا تفاح ولا فواكه؟ شاي وحليب. إيش خذيت؟ ها؟ إيش أخذت؟ خذيت تفاح، أخذت مثلا برتقال، خذيت خبز وجبن، خذيت كورن فليكس، إيش خذيت؟ أخذت خبز وجبن. شاطر ما شاء الله، من كذا أنت نشيط. خلاص أنا اليوم لما بخلص البرنامج راح أفطر وبمر معاك، عشان أنت أكيد منظم في غذائك وبتساعدني عشان أكون منظمة في غذائي. بسألك سؤال يا عمران، عندك مواهب هوايات؟ أيوة. إيش هي مواهبك؟ الإنشاد. حلو، حافظ إنشودة؟ أيوة. نسمعها. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، أنت شمس. شكرا لك، تحية كبيرة إله. شكرا لك يا صديق. الحين حابين ناخذ الفقرة مع بعض وراح نشوف الفقرة، وبما انك انت نشدت لي هالانشودة اكيد 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 انا بساعدك عشان تحصل 50 ريال عماني بدون لا تتعب، بس اللي عليك انك تركز شوي. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا نروح نشوف الفقرة، وهذه الفقرة بقرا لك اياها، ركز وبقرا شوي شوي عشان تكتشف الاخطاء. يقع متحف قوات السلطان المسلحة في قلعة بيت الفلج، وتأسس عام 88 و900 و1000 للميلاد، وهو يعرض نماذج للأسلحة التي استخدمها العمانيون قديما. يلا يا بطل، يلا يا شاطر. تأسس. تأسس، إيش ناقصنا تأسس؟ همزة. همزة، كذا حصلت 25 ريال عماني. يلا اكتشف الخط الثاني. نماذج للأسلحة التي استخدمها العمانيون قديما، التي استخدمها العمانيون قديما، التي. وش فيها التي؟ أه؟ إيش فيها غلط التي؟ فيها كم؟ فيها لامين، نحن مفروض كم لام؟ لام واحد. لام واحدة، ونشوف الحين التصحيح ظاهر معنا على الشاشة، وإجابتك صحيحة يا عمران، وكذا حصلت 50 ريال عماني. نسمع مرة ثانية تحية كبيرة لصديقنا عمران.
شكرا لك يا صديقي عمران على هذا الاتصال، أتمنى تجي معاي البرنامج وأيضا تقوم بإنشاد أناشيد جميلة ورائعة. عندك مواهب أخرى يا عمران؟ نعم. إيش مواهبك الثانية؟ الجمباز. الله، حلو حلو رياضة الجمباز، دائما تمارسها وتقوم بها باستمرار؟ أيوة. زين، أنت وين تسكن؟ قلت لنا في ولاية سمايل صح؟ أيوة. يعني ما بعيد عنا، تعال وإيش رأيك تشاركنا في البرنامج وتعلمنا أنا وأصدقائي رياضة الجمباز، حلو؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وإيش تفيدنا رياضة الجمباز خبرني؟ مرونة صح؟ الرياضة والحيوية. أيوة، وأيضا مرونة في العضلات وفي العظام، ما نمشي ونتعب ونقول آي ظهري عورني آي ريولي تعورني، بالعكس لما نحن راح نقوم برياضة الجمباز راح نكون أقوياء ونشيطين صح؟ ايوه. شكرا لك يا صديقي عمران على هذا الاتصال الجميل وعلى هالمعلومات الجميله، وان شاء الله تجي معانا البرنامج وتعرض لنا رياضه الجمباز وايضا تعلم اصدقائنا الاطفال هذه الرياضه. ونحن لما كان عندنا فاصل قالت لي رتال عندها انشوده حلوه وحابه تقدم لنا هالانشوده، فايش رايكم نشوف رتال شو هي انشودتها الثانيه اللي حابه تقدم لنا اياها؟ شو هي انشودتك يا رتال؟ لا لا انا ما سمعت. سمعتوا؟ ما حد سمع. يلا ايش اسمها؟ لا انا نحتاج الماله. لا نحتاج الماله. شوفي على الكاميرا بصوت عالي وانشدي لي اياها. لا نحتاج الماله كي نزداد جماله، جوله هنا في القلب تلالا، واو كنت انت جمال. لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلده إلا بما أرضيني، كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جونا هنا في القلب تلالا، واو كنت انت جمالا. لا 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 لا. الله الله، تحية كبيرة لريتال. أنا قلت تحية كبيرة، هاي تحية صغيرة، أنا بتحية كبيرة. يلا حلو حلو، انشودتك وايد حلوه يا ريتال، ودائما احنا لازم نمثل نفسنا ما نقلد الاخرين، لان كل واحد متميز بشخصيته. وايضا صديقتي شذا حابه تنشد لنا انشوده حلوه، خلونا نسمع ايش الانشوده اللي راح تنشد لنا اياها شذا. يلا نسمع يا شذا. ايوه. اني ورده بيضاء شكلي جميل، يا محلى جمالي لما الأمير، يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب، والصحة والقوة اسأل الطبيب، اشرب على مهلك واشكر الإله، لازم تشكر ربك أبدا ما تنسى، والحمد لله والشكر لله. الله الله، تحية أيضا لشذا. شكرا لك يا شذا. الحين عطوا ناقل الصوت للياس. عطي ناقل الصوت للياس، هذاك الياس جنبك جنبك. اهلا وسهلا مره اخرى بالياس. الياس حافظ انشوده، حافظ قصيده ثانيه، او قلت لنا انك ايضا حافظ فن الرقص. هلا نسمع. لا 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 لا. ايش توقف عشان بعد نعرض لبسك. لا 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 لا. أنا شرحت كتاب من ضمير خال، مرفوض بعراب تعرف كتبته، راسي الشقي شاب راوفون بحال، يسود الهداب قلب بعلته. الله، تحية كبيرة للياس. ما شاء الله عليكم اليوم قدمتوا لنا فنون عمانية أصيلة وجميلة جدا. حافظ شيء ثاني يا الياس؟ ايش حافظ؟ قصيدة. قصيدة؟ نسمع القصيدة وبعدين عاد بنشوف ايش المواهب الثانية. هاتي شوي ناقل الصوت، نسمع القصيدة.
كل ما غطى السحاب ربوع وادينا بركان، والبروج تلامس خميم الرواسي من بعيد، انا طرت لي درة الشعر ما تخبي الخزام، فلسفة نونية انا بيئتها حد وحديد. كل ما شيخ الطهارة والمعاني والمقام، شيخ دين وشيخ فكر وشيخ العلم الفريد والماثر، ما محت صروف دهر والفحام، واتقت محرم عهوده والزمن يبقى شهيد. الله الله شاطر ما شاء الله عليك. شذا تريد تحييك؟ يلا يا شذا. ايوه 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 انا معك. شاطر يا الياس، وشكرا لك يا شذا. وايش رايكم الحين من يريد يستقبل معي مكالمه؟ انت سالتيهم، نشوف الثانيين. مصطفى تبغى تستقبل معي مكالمه؟ نعم نعطي ناقل الصوت مصطفى. مصطفى انت استقبلت معي صح؟ ايوه مصطفى استقبل معي. نروح نشوف احمد. احمد امسكنا. ما استقبلت؟ انزين من ما استقبل؟ ريتال ما استقبلت صح؟ ايوه مسكين ناقل الصوت. قولي السلام عليكم يا ريتال. قولي السلام عليكم. السلام عليكم. قولي من معانا؟ قولي من معانا؟ من معانا؟ عمار. عمار؟ قولي اهلا وسهلا بعمار. عمار اهلا وسهلا عمار. قولي من وين تكلمنا يا عمار؟ من هين تكلمنا يا عمار؟ مقريات. قولي اهلا وسهلا بجميع اصدقائنا. اهلا وسهلا بجميع اصدقائنا. الحين هاتي ناقل الصوت نروح لصديقتي شذا، تبغى تكمل الاتصال هي. قولي له شذا تعرف المسابقه؟ قولي له يلا. تعرف مسابقه؟ هاي يا عمار تعرف هالمسابقه؟ ايوه. قولي له ايش فيها المسابقه؟ ايش فيها المسابقه؟ ها ايش فيها المسابقه يا عمار؟ الممارح. ايوه اسم البرنامج علم ومرح، لكن اسم المسابقه اللي هي لغتي عنواني. شكرا لاصدقائي، الحين انا بستقبل المكالمه ونكمل مع صديقنا عمار. لغتي عنواني هي مسابقه تختص باللغه العربيه، فيها خطئين املائيين، كل اللي عليك يا عمار تكتشف الاخطاء الاملائيه وتقوم بتصحيحها، واكيد انا راح اساعدك. كل اللي عليك تكسر صوت التلفزيون، تسمعني من الهاتف، ما تحتاج مساعده من ماما والبابا، انا راح اكون موجوده عشان اساعدك. ويلا نشوف السؤال، وهذا هو السؤال أو الفقرة راح تكون ظاهرة معنا على الشاشة. الصداقة شيء مهم في حياتنا، لا نستطيع العيش من دونها، فهي تحمل معاني الألفة والمودة والعطاء بين الأصدقاء. يلا اكتشف الأخطاء. الصداقة شيء مهم في حياتنا، لا نستطيع العيش من دونها، فهي تحمل معاني الألفة والمودة والعطاء بين الأصدقاء. يلا اكتشف الأخطاء الإملائية. وينك يا عمار؟ هيا بطل يلا ركز ركز ركز. فهي تحمل معاني الألفة. عطاء الحنزة. ايش الغلط؟ ها يا عمار انا ما اسمعك تقول العطاف فيها ناقصتنها الهمزه كذا. حصلت 25 ريال عماني. يلا اكتشف الخطا الثاني عشان تحصل 50 ريال عماني. يلا يا بطل اعطي ناقل الصوت شهد عشان بعدين هي بتحيي. اعطي ناقل الصوت شهد. يلا يا عمار. العطاء الهمزه. خلاص العطاء حصلناه وصححناها مع بعض، باقي خطأ ثاني اللي هو فهي تحمل معاني الألفة. يلا ركز. ناقصنا شيء بسيط، نفس اللي ناقصنا هناك ناقص هني. هيش ناقص؟ الألفة. أيوه الألفة هيش ناقصنها؟ ايش ناقصنها؟ ركز ركز. همزة. همزة وكذا حصلت معانا. قولي له حصلت معانا يا شهد 55 ريال عماني. قولي له 50؟ 50 ريال عماني. شكرا لك يا صديقي، مبروك عليك 50 ريال عماني. قولي حيو حيو. يلا نحيي.
وهذا هو تصحيح ظهر معنا على الشاشة الألفة، ناقصتنا همزة، والعطاء كذلك ناقصتنا همزة. مبروك عليك يا صديقي، 50 ريال عماني. عمار عندك مواهب وهوايات؟ عمار راح شل المبلغ والهدية وراح عنا وما بيسأل عن برنامج مرة ثانية، بس إذا كنت تتابعنا الحين يا عمار نتمنى إذا عندك موهبة حلوة أو هواية جميلة أو عندك اختراع أو ابتكار أو حتى مشروع وحاب تشاركنا هالمشروع، كل اللي عليك تجي معنا البرنامج وتشاركنا إبداعاتك وهواياتك وكذلك مواهبك في برنامج علم ومرح وفي الأستوديو عشان نعرضها ونتعرف على مواهب جديدة. وأيضا متابعينا الكرام، لكل شخص عنده موهبة أو إبداع أو اختراع أو مشروع أو ابتكار في أي مجال كان وحاب أن يعرض موهبته أو اختراعه أو شاركنا في برنامج علم ومرح، ما عليه إلا أن يتواصل معنا عبر الأرقام اللي راح تظهر في على الشاشة، وكل اللي عليه أنه يتصل معنا من يوم الأحد ليوم الثلاثاء خلال أوقات العمل عشان يشاركنا في البرنامج، وإن شاء الله نحن راح نشاركه معنا في البرنامج. ولكل من يسأل عن كيفية المشاركة في فقرة لغتي عنواني، كل اللي عليكم أنكم تشاركوا في فقرة سؤال الاس ام اس، راح تكون معنا صورة وثلاث اختيارات وراح نعرض لكم هذه الصورة، وأكيد منكم كثير راح يجاوب إجابة صحيحة، فاللي ما راح يفوز معنا في هالمسابقة رقمه راح يدخل معنا في مسابقة لغتي عنواني وراح يشارك معنا في فقرة لغتي عنواني. بس هذه الطريقة سهلة جدا لكل اللي حاب أن يشارك معنا في برنامج علم ومرح، وأنا متأكدة أنكم راح تكونوا مجهزين لنا أشياء جميلة ورائعة ومختلفة. أيضا الحين تقولتوا لي في حد محضر شيء ثاني، حد عنده موهبة؟ أيوة شذا، ما شاء الله شذا، أنت الكل في الكل يا شذا. شذا إيش محضرت لنا شيء ثاني؟ قربي ناقل الصوت. إيش هم حضرت لنا غيره؟ قصيدة؟ ولا أنشودة؟ ولا إيش؟ دعاء. ها؟ قولي قولي إيش محضرت لنا؟ ها؟ شوف على الكاميرا هناك، هذه الكاميرا، قولي إيش محضرت لنا؟ نسيتي ايش محضره؟ زين ما عليه، قولي لي انت لما تكبر ان شاء الله. قالت صديقتنا وحده تبى تكون معلمه. دعاء السلطاني. لا ما يصير، لان نحن نقولها هذا في المدرسه. وقالت لنا رتال تبى تكون مهندسه، انت ايش بتكوني؟ ها؟ ايش بتكوني؟ قولي لي، بتكوني معلمه؟ طبيبة. معلم. طبيبة. خلاص غيرتي، انت تبي تكون معلمة وغيرتي تبي تكون طبيبة. طبيبة ايش؟ اطفال، اسنان، عيون، عظام، قلب، اطفال، قلنا اطفال. اطفال. اطفال، بتعالج الاطفال. زين يلا نشوف اذا كنت تصيري تكوني طبيبة شاطرة. اذا جاك طفل وقالك لا لا دكتورة لا انا ما اريد ابرة، ما اريد ابرة، ايش بتقولي له؟ ايش بتقولي له؟ بتقولي الابرة ما تعور؟ ما تعور. بتقولي لا الابره بتساعدك عشان تكون ما مريض وتكون صحي؟ ايوه. انزين بعدين اذا قالك طفل انا اريد اكل حلاوه ما اريد اشرب حليب، ايش راح تقولي له؟ ما زين. ايش بتقولي له؟ ايش لازم ياكل؟ اشياء صحيه. اشياء صحيه. انزين اذا قالك انا اريد اشرب مشروبات غازيه ما اريد اشرب حليب، ايش بتقولي له؟ ما زين. ايوه. ايش لازم يشرب؟ حليب. شاطرة، خلاص راح تكوني أشطر طبيبة في العالم إن شاء الله تساعدي كل الأطفال المريضين. شكرا لك يا شذا. أما الحين متابعينا الكرام، فاصل ومن بعد لنا عودة لاستكمال ما تبقى من عمر برنامج علم ومرح. يا بلاد الحق يا أرض السلام، يا عمان المجد يا أغلى وطن، دامنا دامنا في عهد قائدنا الهمام، نرفع الرايات ونزيل المحن، نرفع الرايات ونزيل المحن. دائما للحق والسيف الحسام، ما تكاسلنا على حفظ الأمن، مع هدي أرواحنا دون انقسام، للوطن نبقى على مر الزمن، للوطن نبقى على مر الزمن. في يناير خامس الأيام حام،
ينثر البهجة على كل المدن، والأمان والأمان يعم ما بين الأنام، والعيون الساهرة رمز الوطن. التطور الإلكتروني في الأمام، والمباني الشامخة مثل الحصن، كل هذا من سواعدنا الجسام، مانلين ولا يغيرنا الزمن. خدمة الشعب الأبي أول زمام، دافعين أرواحنا وأغلى ثمن. كلنا تحت الأمر وقت الزحام، الوطن ثم الوطن ثم الوطن. وتحية كبيرة نوجهها لشرطة عمان السلطانية ولكل من حاب أنه يكون شرطي في المستقبل لأجل أنه يحمي هذا الوطن الغالي. وأيضا الحين مصطفى حاب أنه يقدم لنا أنشودة نختم بها آخر مواهبنا لهذه الحلقة، نسمعها يا مصطفى. الفضل خذ هذا، ايوه اعطيني هذا، يلا من اول. الفضل يذكر عند كل صباح، ان كان فضلا من سنى الاصباح، وضياء فضلك لا مجال لوصفه، يعلو عن التبيان والاصلاح. ان اذكر الفصل عظيما فانني اصف الشموس بلمعه المصباح، طول المدى سيصل فضلك معلما، شمسا تنير معالم الأرواح. أمعلمي الشكر مني دائما، ولقد نعمت بفضلك الوضاح. فتحت لي روض العلو وورده، وهبت لي عيشا وريش جناحي. الله الله، قصيدة جميلة على المعلم، تحية كبيرة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، قصيدة جميلة. وأنا صراحة اليوم عايبني وايد نشاط، شذا شذا على كل موهبة. يوم أنا ما أريد أقول تحية، هي مجهزة زينها وتريد تحيي. شكرا لك يا شذا، وشكرا لك يا مصطفى، وشكرا لكل الأصدقاء اللي جاء اليوم وشاركونا في هالحلقة الجميلة. صراحة مواهبكم كلكم جميلة، من شذا وشاهد ومصطفى وأحمد وعامر وريتال وكذلك إلياس. أشكركم كلكم على هذه المواهب الجميلة، وأيضا أنتم متابعينا الكرام شكرا على تفاعلكم الجميل اللي كان معنا في فقرة لغتي عنواني. وأكيد أنتم معاكم هوايات جميلة ومواهب حلوة، وأتمنى أنكم تكونوا أصدقائي وتشاركوني حلقة من حلقات برنامج علم ومرح. بكذا متابعينا الوصال الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، بعد ما انتقلنا بين المواهب الجميلة، بعد ما سمعنا أصواتكم الرائعة، وبعد ما شفنا صديقتنا شهلاء البلوشية وزيارة ومعلومة، بعد ما سمعنا الكلمات والقصائد والأناشيد الجميلة اللي قدمونا إياها متابعينا الكرام واللي سجلوها في برنامج علم ومرح، للا لقاء يجمعنا وإياكم غدا في نفس المكان ونفس الزمان في برنامج علم ومرح. كونوا دائما متابعين ومبدعين كعادتكم، وأصدقاء دائمين لبرنامج علم ومرح، هذا البرنامج اللي دائما يحب أن يستضيف مختلف المواهب ومختلف الإبداعات. فإن شاء الله رح نلتقي بكم غدا، كونوا كعادتكم نشيطين في برنامج علم ومرح، وإلى اللقاء. قول لكم إلى اللقاء بصوت عالي. فوز